وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
لم يقم مثلهن إنس قبلهم ولا جان فبأي
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
يُرسل عليكما شواظ
فبأي آلاء
فيهما فاكهة ونخل
خلق الإنسان من صلصال كالفخار
نُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
صدق الله.